عقد التيار الوطني الحر في لبنان مؤتمره بعنوان تأثير النزوح السوري على لبنان بزعامة رئيس التيار جبران باسيل، والمعروف بمواقفه المعادية للاجئين السوريين. ما أبرز ما حمله المؤتمر وما هي الرسائل التي وجهها باسيل داخليا ودوليا، وكيف كانت ردود الأفعال حوله بين أوساط اللبنانيين والسوريين؟ كل ذلك بعد متابعة هذا التقرير. نازح يغادر لبنان إلى سوريا لا يمكنه أن يعود إلى لبنان بصفة نازح. لا أحد يراهن على جيرتنا. حسنا هو الجار بحسب وصفه. جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في لبنان يمارس دوره كسياسي في مؤتمر حمل عنوان تأثير النزوح السوري على لبنان. بينما باسيل خلال المؤتمر وصف النزوح السوري بأنه أزمة كيانية طويلة الأمد، معتبرا أنه بريء من تهمة العنصرية، فالعنصرية بمفهومها هي تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في أرض أخرى، معتبرا أن عودة النازحين حتمية لمن انتفت أسباب نزوحه، مستخدما مصطلح الطوعية عند حديثه عن العودة، بيد أن أتبعها بالتأكيد على أن الطوعية لا تعني تأبيد النزوح، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع نظام الأسد لكونه المعني الأساسي بهذا الملف، مرحبا بموقف تركيا من التقارب مع النظام في دمشق كخطوة مهمة لحل أزمة اللاجئين السوريين. باسيل طالب المجتمع الدولي بالتوقف عن الضغط على لبنان وتمويل النازحين فيه وتخويفهم من العودة إلى سوريا، بل على العكس عليهم تمويل عودتهم، ليس ذلك فحسب، بل راح لمطالبتهم بشطب ديون لبنان الخارجية، ليس باعتباره تسولا بل لما تحمله لبنان عبر استقباله للنازحين السوريين خلال السنوات الماضية. فوفقا لحساباته الرياضية لا يمكن لدولة أن تصمد وهي تتحمل 200 نازح في الكيلو متر المربع. تأتي تصريحات باسيل بالتزامن مع فراغ سياسي يعيشه لبنان منذ عدة أشهر وتأزم بالواقع الاقتصادي والمصرفي والمعيشي، لكن تركيز الحكومة والساسة على ما يقول الواقع يقتصر على ملف واحد هو إعادة اللاجئين السوريين. حول هذا الموضوع أرحب بمراسل تلفزيون سوريا في طرابلس أحمد القصير، كما أرحب بالمحامية والناشطة الحقوقية ديال أشحادة معنا من بيروت. مساء الخير لكما أحمد القصير. لو بدأت مع حضرتك، ما مخرجات المؤتمر بداية ومن شارك فيه؟ كيف تصف حجم المشاركة؟ طبعا هذا المؤتمر كان قد أعلن عنه الوزير النائب باسيل بالتزامن مع جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، وكانت هناك مصادر سياسية قد عزت أن باسيل يريد من هذا المؤتمر بالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أنه غير جدي في انتخاب مسألة رئيس الجمهورية، ويحاول دائما استغلال هذه الشعارات الكبيرة أو الرنانة لمحاولة شد وتر الشارع أو مؤيديه بالنسبة وتحديدا لموضوع اللاجئين السوريين. أما بالنسبة للمشاركة، كان هناك مشاركة لوزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أيضا كان هناك مشاركة لوزير الخارجية والتجارة الهنغاري ضمن هذا المؤتمر، وكان المؤتمر ضمن فندق رويال في بيروت في منطقة الطية. كان المؤتمر بتنسيق من التيار الوطني الحر، وكان قبل أيام الوزير باسيل قد أعلن أن هناك خطوة سيقوم بها ستفاجئ الجميع في مسألة النزوح أو اللجوء السوري إلى لبنان. أحمد، قبل أن نختم معك، كيف كانت أصداء المؤتمر على صعيد مواقف الأطراف السياسية في لبنان، وما آخر ما وصلت إليه خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان والتي بدأت فيها الحكومة اللبنانية مؤخرا؟ نعم. طبعا بالنسبة للمؤتمر وأصدائه، قلت لك أن المصادر السياسية في لبنان كانت عزت أن عدم جدية باسيل في انتخاب رئيس الجمهورية، لذلك كان هذا المؤتمر توقيته بتوقيت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وباسيل الذي في الفترات الأخيرة
كان قد أعلن أنه أو ظهر للعيان خلاف بينه وبين حزب الله نتيجة رفضه انتخاب الرئيس سليمان فرنجية، إضافة إلى أنه إلى أن باسيل كان قد لوح وهدد أكثر مرة أن وافق الثنائي الشيعي على جلسات مجلس الوزراء التي ينادي بها الرئيس ميقاتي أنه سيتم أو سيلغي تصويته في مجلس النواب بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالورقة البيضاء وسيختار مرشح آخر. إضافة إلى أن هذه المصادر قالت أن باسيل يستغل هذه العناوين رغم أن السباق الفترة الماضية التي كان فيها الرئيس عون إضافة إلى باسيل في الواجهة لم يستطيع إنشاء أي شيء ضمن هذا الملف. نعم. إضافة إلى أن كان هناك خطوات متخذة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحسوبة لدي الوطن الحر أن بالنسبة لخطة عودة اللاجئين كالتي سربت في الفترات الأخيرة أنه سيكون هناك قيود على المنظمات التي تعمل ضمن مخيمات اللاجئين السوريين وأنه سيفرض على هذه المنظمات حصصا من توزيعاتها للبنانيين ومن ثم للسوريين، إضافة إلى المواقف التي صدرت في الأيام الماضية عن بالنسبة للتعليم ضد اللاجئين السوريين. أصداء هذا المؤتمر يعني إلى الآن كما ذكرت لك أن الجميع يعتبر هذا المؤتمر هي حركة مراوغة سياسية من النائب باسيل بالنسبة للوقت المختار فيه الذي تأجلت فيه هذه تأجلت جلسة انتخاب مجلس النواب التي تعنى بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب وفاة رئيس مجلس النواب السابق الحسيني، إضافة إلى أن الخطة المعلنة من قبل الحكومة اللبنانية خطة العودة الطوعية لا زالت مستمرة لكن حسب الأسماء فكل مدة من الزمن يقوم الأمن العام أو من يسجل أسماءه لدى الأمن العام يقومون بتجميعها ومن ثم إرسالها إلى سوريا وإعادتها إلى لبنان مع موافقات النظام السوري ومعرفة أن كانت هذه الأسماء ليس عليها أي إشكاليات أمنية أو قضائية ضمن سوريا وليتم العمل اللوجستي ضمن لبنان بعد عودتها من سوريا لنقلهم إلى سوريا. إلى هنا أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا في طرابلس أحمد القصير وأرحب مجددا بالمحامية ديالا شحادة معنا من بيروت. هل من أبعاد تقف خلف انعقاد هذا المؤتمر لا سيما في هذا التوقيت سيدة شحادة؟ مساء الخير. مساء النور. المؤتمر لم يجلب بالكاد جلبة جديدا سوى مقترحات مدهشة تحدث عنها النائب باسيل لتعديل قوانين من أجل إدخال نصوص تغرم أو تجرم أفعال يقوم بها اللاجئين، وهذه النصوص موجودة أصلا وبالفعل في قوانين لبنانية مختلفة، وبالتالي لم يأتي المؤتمر حقيقة بأي شيء جديد أو بالمفاجأة التي مهد لها وتحدث عنها النائب باسيل، سوى أنه محاولة جديدة لشد الأنظار لباسيل على أنه زعيم مسيحي لبناني يحاول التصدي لواحدة من ما يعتبر بالأزمات المهمة للشعب اللبناني، علما أن معظم أزمات الشعب اللبناني ناتجة عن الفساد الإداري المتراكم والمزمن الذي أوصل الاقتصاد اللبناني في السنتين والثلاث سنوات الأخيرة إلى أسوأ مستوياته منذ الحرب الأهلية وحتى منذ ما قبلها. وبالتالي ليس هناك جديد سوى أن هناك محاولة للظهور بمظهر الزعيم الذي يتحدث في قضايا وطنية، ولعله يعني تحدث بشكل هذه المرة أكثر مباشرة لجهة ضرورة التواصل مع نظام بشار الأسد من أجل تسهيل عودة اللاجئين، ولعل هذه هي النقطة الفاصلة في مسألة أزمة اللاجئين في أي بلد، لأن اللجوء هو نتيجة قصرية لارتكابات نظام في دولة ما، فإذا ما كان يراد لهؤلاء اللاجئين أن يعودوا إلى بلدهم آمنين طائعين لا بد لهذا البلد والنظام الذي يحكمه بأن يصحح الخلل والانتهاك ويتوقف على الانتهاكات ويجبر الأضرار ويضع أسسا لمرحلة انتقالية، وهو ما لم يحصل حتى الآن في سوريا. على كل حال بات واضحا من خلال تصريحات جبران باسيل بأن ورقة اللاجئين ما هي إلا ورقة لابتزاز المجتمع الدولي، ما تعليقك على مطالب جبران باسيل بشطب ديون لبنان مقابل استقبال اللاجئين السوريين؟ يعني هذا أمر مضحك لأن ديون لبنان هي ضخمة وتشكل عشرات أضعاف قيمة
المبالغ التي يقدمها المجتمع الدولي من أجل تأمين حد أدنى لعدد كبير وليس لجميع اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان. وكما قلت حضرتك تماما، إنها ورقة ابتزاز تستخدم من وقت إلى آخر كلما حانت الظروف أو كلما لم يجد أشخاص مثل جبران باسيل مناسبة لكي يتزعموا ويتصدروا منبرا من المنابر. وأعتقد أن هذا الطرح مرفوض تماما من المجتمع الدولي. على كل فإن الكلام الذي تفضل به باسيل يحمل تناقضا، فمن جهة هو يقول لا تمولوا اللجوء أو تمولوا حاجات الإنسانية وتسد الحاجات الإنسانية بالدعم المالي للاجئين السوريين، وإنما مولوا خطة عودتهم إلى سوريا، ومن جهة أخرى يقول ادفعوا للبنان هذا وكذا. فهذا التناقض في خطاب عينه، وهذا الخطاب الذي واضح أن من يتقدم به لا يفقه ما يقول، لا على مستوى الحسابات المالية ولا على مستوى الحسابات القانونية، إنما هو مبعث للضحك والسخرية ومجرد هزة بدن جديدة للسوريين من جهة وللمنظمات العاملة في الشأن السوري من جهة أخرى. ولكن المجتمع الدولي يعني برأيي يمل صار من هذا الكلام، وليس هناك قدرة لا لباسيل ولا لغيره لأن يحل أزمة اللاجئين، لأن حلها هو في دمشق وليس في أي مكان آخر. طيب، وسط هذا الاستعصاء بحل مشكلة اللاجئين، وكما تحدثت يعني يحتاج هذا الأمر إلى ظروف وإلى ترتيبات غاية في التعقيد، أهمها وأوضحها هو ذهاب النظام، ذهاب سبب هروب هؤلاء اللاجئين. إذن على ما يعول باسيل وغيره من السياسيين سواء في لبنان أو في غيرها في طرح هذه المشكلة دائما؟ إلى أي حد تلعب أو يلعب الوضع السياسي في لبنان والفراغ الرئاسي دورا هنا؟ باسيل لا يعول سوى على قلة وعي الجمهور، جمهوره الناخب تحديدا، وللأسف تسمت فئات كثيرة في الشعب اللبناني وشعوب أخرى يسهل عليها أن تستفز بمنطق عنصري أو طائفي أو ما يشابههما، وهو بالتالي إنما يحاول أن يصعد شعورا قوميا أو عنصريا ما لدى فئة من اللبنانيين من أجل ابتزاز الجهات الدولية السياسية، سواء فيما يتعلق بالمنح أو فيما يتعلق بمحاولة أن يكون لربما فريقا في عمل أو أي عملية للتسوية في داخل سوريا. ولكن ليس هناك ما يعول عليه حقيقة في حل أزمة اللاجئين السوريين مجددا أقول، سوى انتفاء أسباب لجوء هؤلاء اللاجئين إلى لبنان أو إلى غيره. وسمت إدراك لدى معظم الفئات السياسية اللبنانية إلى أن أزمة اللاجئين السوريين هي أزمة طويلة، واللاجئون السوريين سابقون في لبنان طالما استمرت الأزمة السياسية في سوريا من دون أي حلول جذرية. أخيرا أود أن أسألك، هل من رسائل على الصعيد الداخلي اللبناني أراد باسيل بثها إلى الفرقاء؟ يعني شخصيا لم أجد رسالة جديدة لباسيل لم نسمعها من قبل، وإنما ظهر هذه المرة بمظهر العامل في الشأن التشريعي كونه نائب في البرلمان، وواحدة من المهام الأساسية للنائب في أي برلمان هو التشريع. سمعناه لأول مرة هذه المرة يتحدث عن اقتراح قوانين لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين، فيما أن ما تقدم فيه هو مجرد اقتراحات لإدخال نصوص موجودة أصلا في القوانين اللبنانية، غير أنها تتناقض مع سياسات حكومية سابقة. على سبيل المثال قوله بأنه يجب إدخال نص لتجريم اللاجئ السوري الذي يتقاضى منحة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويعمل في الوقت عينه، ثمت قوانين تجرم هذا الفعل للاجئ أو لغيره بالفعل. ولكن ثم التفاهم بين الوزارة الداخلية ومديرية العامة للأمن العام والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ العام 2016 على الأقل بالسماح للاجئ بالعمل بسبب قصور قدرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن تسديد الحاجات الإنسانية لجميع اللاجئين في لبنان من دون أن يضطروا للعمل. فمجددا هو هذا خطاب من لا يفقه فيما يتحدث، ومن يحمل خطابه الكثير من التناقضات، ومن يحرج نفسه بمقترحات وأفكار هي حقيقة
إذا أظهرت شيئا تظهر جهله التام بالقوانين والسياسات اللبنانية السابقة في هذا الموضوع. شكرا لك المحامية والناشطة الحقوقية ديالا شحادة، كنت معنا من بيروت، شكرا على المشاركة. مكاتب التوظيف في مناطق سيطرة النظام، من وراءها ومن يضبط عملها؟ في ملفنا الثاني.